هلا والله حبايبي، قبل ما نبدي بالمقطع اللي هو راح يكون بث مال انس وبيسان، وتكلموا على قصه شلون انسرق حساب انس وسووا ضحكه ويعني واغاني من هالكلام. راح نحط لكم البث، لكن قبل ما نبدي البث اتمنى تحطون لايك وتشتركوا بالقناه ويلا نبدي. بدي احكي لكم القصه من البدايه. سامعيني؟ ابلش لكم القصه من البدايه، كيف فتح الحساب ولا لا؟ احكوا لي، بدكم تعرفوا ولا لا؟ بدكم تعرفوا القصه من البدايه ولا لا؟ انا كثير قصه حقيقيه. في كثير ناس عدولة. اجهز وادخل معاك لايف اوكي يلا خليني عادل، بدي اشرح موضوع 10 دقائق، بشرح الموضوع، بحكي موضوع للمتابعين حبيب القلب، وبتيجي قست انت نلعب تحدي فجرك. بدنا نعرف، يلا اللي بده يعرف حبايبي بدكم تعرفوا احكوا لي. بعرف اللايف متاخر وهيك، بس تحملوني يعني بكره بنفتح لايف الكل بيكون متجمع هيك. لسه سهرانين هيك لسه منحمي بيسان وينك؟ وينك يا غطار؟ وينك يا بيسان؟ بيسان باللايف؟ مش باللايف بيسان، بيسان مش باللايف يا اخوان، خلينا نعرف نحكي. بيسان مش باللايف. تقدر تطلع من حساب شو اسمه؟ قست من حساب اللايف من عندك؟ قست مع ناس؟ من حسابي 300,000. نشوف حسابي بطلع قصات حبايبي. يلا بحكي لكم القصه، بس خلي الاذان يخلص. افتح التليفون قدامك قد ايه كده؟ ما فهمتش اخويا. ثواني حبايبي ثواني، بس خلي الاذان يخلص، كلكم تجمعوا بالنور. بدنا نجرب نطلع حساب قست من حساب 300,000. سامي بسان عندك على الوات؟ اعطيني شوي. بيسان سعد مساك يا رب يا رب ان شاء الله تكوني صاحيه. بيسان بدي اشوف حسابي المليون بطلع قستات ولا لا؟ بدي تطلع من حسابي 300,000 قست بشاشه سوداء اذا كنت صاحيه، وإذا ما بتقدري خلص بلاها. ثواني. وين تليفونك؟ اثنين مش واحد، لا اثنين. حاب خليكم كثير مبسوط. خلي خلص أدان، بدنا نحكي، لازم اليوم نحكي. شو عامل عيال لنتفليكس؟ حاط نتفليكس ورانا يا زلمة. جيمو نتفليكس. ريان حبيبي، ريان ريان حبيب اخوي. وين؟ مش انا سمعت اشي قبل شوي. معقول بيسان نايم؟ يا الله، قديش ساعه بالمانيا؟ معيش لغات. شو بتقدر من عندك؟ والله كيف؟ ثلاثة اسعارك. 300,000. حبيبي ثواني، حبايبي خليكم خليكم حبايبي، اللي بيقولوا عبرنا وزي هيك، انا ما بديش افتح الكومنتات، بدي اقرا تعليقاتكم كلكم، فانوس عبرنا، فانا راح اطفي الكومنت عمين بس ما ابلش معكم عشان اقرا التعليقات كلها. هاي بيسان صاحي الحمد لله، نشوف اللي بتقدر تطلع قست، بدي اشوف هذا الحساب بيطلع قستات ولا لا. خليكم حبيبي راح اقرا كل التعليقات، بس خليني ابلش. بعلق بعلق عندك عند بيسان بزبط. يعني شكله هذا السيرفر الاي بي مفكوع. بالبيس طلع من حسابك هيك، اشوف طلع جيست هيك، طلع بشاشه سوداء، بس هيك اطمن. بيسان شو عامله؟ باقي داخل على اللايف تقول مرحبا، هلا والله، اشي زي هيك منورين وياك، مش داخل من حسابها، داخل من حساب 300,000. حبايبي هذا طويل مش طويل، انا اضخم منه، بس هو عشان قاعد على كرسي طويل. انا اطول منه. بحيط ربك قصره يا زلمه. لا نبدل كراسي، تقدر تنزله؟ ايوه.
نزله نزله أكثر إشي. هتربك حسحلك قصير يا زلمة. هاتلهم برتفع هذا برتفع خربان في الرديتر البريك خربان في هذا. ثواني حبيبي ثواني رفو شفتوا إن أنا طويل شفتوا أنا بالعمدة يلا شوف خيو لا يا زلمة ارفعني يا زلمة ارفعني وين بسام وين بسام الحساب بسام حساب بسام هي هي كون حبايبي سعد الله بطلعك من قصد الحمد لله الحمد لله الحمد لله شو بسان شو ها ما بيطلع له بسان رفض مش بسان مش سان ما أقول فانز يا الله التوتر بدي أحكي بدي أسولف بدي قرقر 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 هاي بس ان شاء الله مش عارف من هيك مش عارف ما هيك في انت ايش بتبين ايدك اذا مبين وجهك مبين وجهك لازم مبين سام في شيء تمام كيف كنتي تمام الحمد لله شو اخبارك الحمد لله وكفو والله انك كفو يلا احكي احكي لا جد جد كفو ولا مش كفو وحياة ربي انه اكفى من الكفو يعني بده كف عشان كفو كفو لا بس كف 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 حبايبي اول اشي خليني احط فلاش فلاش ينور شوي بسال اسمع بدي احكي تفضل الله اكثر من حكيك انت حس حال جديد داخل على السوشيال ميديا الصبح أناس هيك متوتر مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف صدمة صدمة ما هو الموضوع صدمة 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 لا صدمة صراحة إلي كمان والله يعني كسرت عين كتير ناس وهيك انفجار ما بعرف ما كنت متوقعة شلل صدمة مش إشي هيك بتحرك بجسمي شوف أحبابي شو اللي صار من البداية شوفوا شو اللي صار شوفوا شو اللي صار كان حسابي يعلق أخركم القصة من البداية تمام بسان اسمعيني لما بسان سافرت على ألمانيا ففي حسابي صار فيه تعليقة بضل يعلق حسابي المليون المهم أعطيت الحساب لمين سمعتيني بسان حبرك زمان نحكي بالقصة فعطيت حسابي المليون تفتح بسان عندها أشوف بألمانيا معلق ولا لا فضل الحساب فاتح وزبط الأمور تمام ففجأة صحيت من النوم بسان بتنالي بتحكي لحسابك المليون طلع من عندي شو فيه متسكر إيش شو فيه شو فيه إلا الحساب شو طاير الحساب المليون كان إيش طاير هون أنا خف عقلي يعني جد جد يعني انكسرت لأنه بتعرفوا من 4 سنين نبلش على وين والله العظيم والله العظيم حبايبي لما طار جنيت فرنت علي بسان حكت لي كلام نساني انه الحساب طار شو حكت لي بالضبط هذا الكلام مش راح انساه يعني حكت لي انس لا تزعل ولا عبالك هسه احنا ايد واحده وحساب الانستغرام حسابك انت عندك حساب عليه 2 مليون وعندك قناه يوتيوب عليها 5 مليون حساباتنا حسابات واحده وزيك فالكلام هيك دائما ايش بكون احلى من الشعور بالضبط يعني احلى بغطي بنسي الواحد مش احلى من انه يعني. يرجع الحساب بوقت بالضبط المهم خلص هيك مبسوط وما فتحت ما كنت فاتح انستغرام 5 أيام ما فتحت انستغرام فبسان قالت لي والله لا تفوت والله لا تفوت والله لا تفوت اسبوع باجل باش اقول لا بديش خلص انستغرام السوشيال ميديا ما عنده حساب ما عنده اي شيء بدك تعمل حساب وعمل والحمد المهم بسان ضلت تقنع في قلت لها خلص اوكي قالت لي شوف شو راح اعمل لك شوف انت وما عليك والله العظيم يا حبايبي والله العظيم انا فقدت الامل من الحساب وبطل يهمني حساب مليون فقدت الامل منه شو تسكر تقريبا اسبوعين فبسان عملنا حساب فتحته عندي وفتح عند بسان طلعت على ستوري يعني هذا الكلام فيه كثير 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 كلام بدي احكيه
بس انا بدي احكي بمختصرات. لسان الوحيد من 7 ايام من بين كل اللي متابعهم، انا كنت متابع تقريبا عندي 200 واحد من السوشيال ميديا، كنت متابع 200 صاحب عندي من شباب من بنات، كل واحد مليون 300 ألف، اللي عنده مليون عنده مليون ونص، اللي عنده اللي عنده اللي عنده اللي عنده، فما شفت فيهم ولا حدا ولا حدا، ومعهم ارقامي، ما حدا ما يعني كيف احكي لكم الشعور، ما حد يحكي معي، ما حد يبعث لي، ما حد يوسيني، ما حد يوقف معي، ما حد، ما ولا شفت والله ولا بني ادم منهم والله العظيم ولا واحد شفت. هو وقت الشده ببين الناس اللي عندهم. سبحان الله، هذا الاكتشاف يعني هيك من الله، هيك عطل الحساب بس عشان يبين للناس اللي حولي. والله العظيم يا حبايبي، والله العظيم طلعت بيسان على الستوري عندها، حكت كلام من قلبها، كلام من القلب حكت. خلال 24 ساعه ما شاء الله وصل الحساب 150 ألف، خلال 3 أيام 300 ألف، إيه لا خلال 3 أيام 200 ألف، فبخلال أسبوع ونص وصل 300 ألف الحساب، بس حاليا وصل 320 ألف. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين على محبة الناس، إنه حساب خلال أسبوع ونص يوصل بيطلع. حساب أسبوع ونص، تخيلوا حبايبي حساب أسبوع ونص وصل 320 ألف، فهاي يعني صدمة كبيرة. يعني شوفوا احبابي، يعني ما شاء الله على جمهور وحبايب بيسان، وكفوا بردوا عليها، والناس اللي بتحبني والله يا عن جد انه انتم كفوا والله، يعني بحس لما احكي شيء بحسكم هيك كثير قراب مني، بتفهموني، بتفهموا شو اللي بحكيه، والله عن جد عم احكي انا. فحبايبي كانت صدمه، الحمد لله والامور تمام. ففي ابن عمي ببعث لي بحكي له شو صار معك، شو صار معك يا ابن العم، شو كذا شو هيك. ابن عمي جمال، فقلت له والله 1 2 3 صار وفاقد الامل. قال لي في شاب في منطقتنا، في نفس المنطقه من عمي جنب بيتي يعني، بس هو ما مش مهتم بالسوشيال ميديا وهيك، يعني ملهم مش على السوشيال ميديا كثير قرايبي. فحكى لي في شاب في المنطقه عندنا كثير شاطر. قلت له يا زلمه هسه ما ضل حدا برجع حسابات في السوشيال ميديا كلهم من الناس المعروفه، ما حدا قدر، وفعليا ما حدا قدر. سمعتيني بسان؟ صح. سمعتك. قلت له ما حدا قدر. قال لي يا زلمه ضب منطقتنا رح ارجع لك الحساب. قلت له مستحيل 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 ارجع الحساب. حكى لي بدنا نروح عنده، وقلت لبيسان، بيسان قالت مستحيل برضه زيي، كانت فقد الامل انه حدا يرجع. انا فقد الامل وقلت يا زلمه خلص جرب شو بدنا نسوي. رحت عليه، مشيت 5 دقائق كنا في بيت صوفي. انا استغربت انه في حد عندنا في المنطقه شاطر لهالدرجه يعني. يتواصل مع الفيسبوك في طريقة، عنده حساب بارتنر على الفيسبوك، يعني بتواصل مع الشركات زي كأنه بيحكي مع صاحبه. والحمد لله رب العالمين، خلال شهر قد ايه قاعد يسلم لك؟ قل من شهر. لا شو شهر، هو قعد شهر مسكر معي، اخذته صار له 12 يوم. خلال 12 يوم كنا فاقدين الامل، الا اليوم قاعد سبحان الله تسكر وانا بحكي مع بيسان وفتح، قاعد بحكي مع بيسان، قاعدين نخطط في اليوم تصوير كان عند بيسان وزيك، والمهم كان بيسان يتصور، فحكينا كنا نحكي مكالمة، لفجأة صاحب أحمد القاضي بيقول لي الحمد لله مع قلب حب. لا فجأة وقفت الكاميرا، وقفت الكاميرا، الصوت صراخ في الدار، بيسان هيك بيسان ما بعرف شو صار فيها. قلت لها رجل صار في شيء، صار ما بعرف جاني من فكرة براسي بالثانية، لانه صراخته وترتني، حسيت قالك شو ايه اللي رجع حساب المليون. لا عم تمزح، كنت حتى تاكدت بعيني والله العظيم. المهم بيسان صدمت من صوتي، ورحت صرخت في الدار، وامي وحضنت امي وانسس فيلم دراما. المهم بيرن علي مين مكالمة من الجميل انه رجع حسابي صوفي. والله انت حقير والله انت حبايبي اسمه، عطيت عهد شوف الوقت بس مش راح اوفي لك فيه مع الزمن. قلت له والله درجع الحساب لشوفك على حسابي. لان انا كنت فاقد الامل، فحكيت انت ضروري تتفهمن، فقلت انا احمسه يلا جوزع حسابك. ولا شوف صار، انا كنت حاب اعطيه طاقه عشان يرجعه، اذا مش شاطر مش شاطر. شوف والله لا جوزع. فاليوم رن عليه مكالمه بقول له شوف هي رجع كفو ولا مش كفو. قلت خلص هذا بده يتجوز. قلت له ناوي كفو عندك. فهو تحمس، بس ليش تحوس تحوس تحمس هدي شوي. ليش تحمس؟ عشان يتجوز. شوف هسه اجوني على البيت جمال وسامي وانس،
اجوني على البيت بيحكوا لي هيك 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 الموضوع. قبل اسبوعين تقريبا هيك هيك الموضوع وطار. فبقول لهم هيك ببساطه، بقول لهم طيب خلص برجع، فهم مش مقتنعين. فبقول له زيه زي غيره، والله العظيم قلبي سندد حقول راح يرجع. احنا بنشوفك انها قصه حال بسيطه. بعدين بلاقي والله ما كمان كنت مصدقه يعني. لا تزعل بسان سميتينا. بحكي له انه انا اصلا ما صدقت يعني. لا تزعل بسان. بسان صوتك سبس. يعني بتحكي بتكوني ساكتة بكون في صوتك. دنزلك وطلق. احكي هسه. اوكي يلا. نزل وطلعها وجزء علق. يلا يلا نزلني وطلعني. نبارش. يلا 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 يلا. وانا مش حلو شعرك قصير. حبابي بطول بطول. القصير البني ادمين بطول. وشعرك ايش طال. صوفي بطول. في ناس تكسر. قصاك. يا لا لا تقصرنيش هيك تمام؟ اه تمام يلا خذر. فالمهم فبحكي لهم هيك خلص تمام اوكي برجع. فبتطلع فيه زي هيك بحكوا لي طيب اذا برجع تحدي. قلت لهم خلص بدون ما تتحداني برجع. بحكوا لي لا تحدي وبصير شو بدي اعمل وبدي اسوي. في صارت معنا مصيبه اقوى من هيك. لما فتح حسابي 300,000 كنت عند الحلاق. كنت عند الحلاق لسه بدي ابلش تصوير يوميات اللي بيجيبوا لي حساب. حبايبي هاي القصه انت ما بتعرفوا فيها. حسابي 300,000 اولاد الحرام قدموا لي عليه ريبورتات اني انا ميت. بعيد الشر عنك. قدموا علي انتحار شخصي اني انا متوفي. جابوا لي سكرين شوت ما بقدر ما اخذ سكرين شوت. حسابي مكتوب تحت صورتي انه متوفي ذكرت انا. طلع عليك اخبار وطلعوا علي اخبار على اليوتيوب اني متوفي وعلى التيك توك وعلى الانستغرام سكر حسابي اني انا متوفي. نايم صحيت اليوم رجع انا متوفي. فقدنا الامل برضه انا وبيسار. قال متوفي قال. وفقدنا الامل من حسابي 300,000. فقدنا الامل من حساب 300,000 ولسه بحكي له عمال. مين رجع بنفس اليوم بسان؟ والله انه صوفي رجع. خمس دقائق حبيبي اسمه صوفت يعني صوفي. خمس دقائق. خمس دقائق رجع وخلاني عايش. يعني من ميت بخمس دقائق خلاه عايش بيت الشر. مستقدم شو هذا شو امل. يوم الايام في واحد كان عنده انستغرام عامل عليه شو؟ اللي كان اللهم صل على محمد. شوف القصه خليك تحكي. بطل في حكي متحمس. في واحد عامل عمل قتل. في واحد مصور فيديو ما قتل. لا لا كان واحد مسكرين حسابه على اساس انه بده ينتحر عاملين. سكروا له حسابه. فرجعت له الحساب فبسالني انس بحكي لي كيف رجعت له الحساب؟ بحكي له اعتبرته انه مجنون. قدم عليه ورقه. والله قدمت له طلعت له ورقه انه مجنون. مستشفى من جنين انه مجنون وبعثت له انستغرام وفتحوا له اياه. ورجعته انه موضوع انساني يعني بزبطش انتم تسكروا الحساب. والله انك كفو والله. بيسو قلت له شو الكل بيطالب. الكل بيقول بيسو غني بمناسبه رجع حساب انس. غني؟ شو بدكم غني؟ عالم تعبان مخنوق منكم بامان. هلا هيدا رجوع. لا بمزح 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 وحياتي اني بمزح. بدنا اشي بفرقع. بدنا اشي هيك حلوان هيك شيء. شو بدكم؟ غني او لقيت طب طب او غني. انت لا تفكر خلص. طب نشوف مثلا نشوف زوجي صوفي شو حبايبي. هذا نيوتن الاردن. هذا نيوتن انت حبايبي. هذا مش بني ادم. هذا اسمه نيوتن. ايش الاردن؟ اعطي اغنيه لك لبسانك. لا عزوج عزوج عزوجك انت. شوف زوجي عزوج انت مش رح تغني عزوجك. بدك تغني عزوجه؟ لا بدنا نشوف زوجه. بدنا نشوف زوجك. اسمعش عربي اسمعش عربي. شوفي كيف بسمع مهرجانات لما جبت عليها. شوفي حاطط حب عمري. حب عمري. شوفي شو حاطط. دقيقة دقيقة أغنية عشق موت. حب عمري بيني كلوني وحسن. يا بدك خلي المسجلة ما تغني. لا بدنا عشق موت. عشق موت. بدنا أغنية عشق موت. لا غني
لا اصلا اجى وشغل هاي، خلص شغل على. لا بقول لك انه عامل فيها اجنبي، قلت لك انه مش اجنبي. هاف 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 هافاك هافاك.